اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقة استعرضنا كلام كتير بعظمة لسانه وكلام كتير في الغربال، وداهمنا الوقت دون أن نستوفي بقية التفاصيل، لكن هناك كلام كتير وأخير في مجلتنا، في مجلتنا مجلة الأهلي النهاردة العدد الصادر، هناك كلام كبير عن تتويجات الفريق الأهلاوي بالكرة الطائرة، الإعجاز أهلاوي، لأنه اللي حاصل في الكرة الطائرة وكرة القدم ده إعجاز المجلة بترصده بالأرقام القياسية العالمية الحقيقة. وكمان فيها ردود، يمكن الزميل عبد المنعم القسط عامل رد معلوماتي على حوار الكابتن أنور سلامة وما شمله من مغالطات كتيرة جدا في المعلومات. المجلة رد بالتفاصيل الكاملة على هذا الحوار، ثم مقالات مهمة جدا سواء للأستاذ حامد عز الدين أو للأستاذ السر جدور الإعلام السوداني الكبير، وكواليس المرحلة اللي فاتت وكل ما تم بشأن الكرة الطائرة وتتويجات الأبطال والمرحلة السابقة. عدد ثري جدا يحتفي بالأهلي وببطولات الأهلي اللي دايما وأبدا متكررة. الأهلي هو من ينتج بطولاته. هتسمعوا على تقرير مجلة الأهلي من 40 سنة هتحس إنه معمول النهاردة بلا جديد لأبطال الدوري النهاردة، عشان تعرفوا إنه الحقيقة دايما وأبدا الأهلي بطل الدوري. مجلتنا من 40 سنة، مجلتنا من 40 سنة وتحديدا في عددها الذي حمل الرقم 332 والصادر يوم الأربعاء الموافق 19 من شعبان عام 1400 هجرية والثاني من يوليو لعام 1980، جاءت عناوين الصفحة الأولى لمجلتنا الغراء: مفاجأة لأبطال الدوري، وأبطال الدوري في ضيافة سيدة مصر الأولى، وجهان السادات تقبل الرئاسة الشرفية للأهلي، وأبطال الدوري في السودان بدعوة من نادي الهلال. وجاء في عمود للأهلي كلمة أنه إذا كان أول درس في الجغرافيا تعلمناه في المدرسة يقول إن الشمس تشرق من المشرق وتغرب من المغرب، فإن الأهلي هو بطل الدوري بلا منازع، وأنه حصل عليه نتيجة جهد وتخطيط وعرق كثير وولاء كبير من لاعبيه لروح الفانيلة الحمراء، وليس كما يقول البعض أنهم أضاعوا الدوري بأيديهم أو أنه حصل عليه بسبب تهاون الآخرين. وفي الصفحة الثالثة حرصت المجلة على إبراز استضافة سيدة مصر الأولى جهان السادات لفريق الأهلي ومجلس الإدارة في بيت الأمة بالجيزة، حيث أكدت سيدة مصر الأولى أن فوز الأهلي بالدوري انتصار للمبادئ والأخلاق الرياضية السامية. وكان مسك الختام قبول السيدة الأولى لقرار مجلس الإدارة باعتبارها رئيسة شرف النادي. وفي مقالته الشهيرة لحظة صدق، رصد الكاتب الكبير عزة السعدني أفراح أهل القاهرة بانتصارات الأهلي الباهرة، وكتب الناقد الرياضي الزملكاوي ناصف سليم في الأسبوع الرياضي: في زفة الدوري عن فريق دولي هدية للأهلي استعدادا للاحتفال بالعيد الماسي. وعلى صفحتين كاملتين رصدت المجلة أرقام الأهلي في البطولة 16 وأطول موسم في تاريخ الكرة المصرية، حيث شارك لأول مرة 32 لاعبا في مباريات الأهلي و12 نجما سجلوا 50 هدفا في 30 مباراة بخلاف هدف الإسماعيلي الاعتباري. خاض لاعبو الأهلي 467 ساعة تدريب وقطعوا خلالها 32 ألف كيلو متر. وفي تصريحات للمايسترو صفوت عبد الحليم أكد خلالها أن جمهور الأهلي يستحق لقب الجمهور الرياضي المثالي، والزمالك أفلت من هزيمة ثقيلة، كما وصف دور المجموعتين بأنها مقبرة للكرة المصرية. يا أستاذ إبراهيم، لا جديد، أطول موسم، أرقام قياسية، يعني رد على من يريد أن يشكك في بطولات الأهلي، هي نفس القصة، لأنك أنت دي منطقية جدا عندما تكون في المقدمة
أنت ترى الآخرون في مراية السيارة وهم يقرؤون رقم سيارتك، فممكن تاخد مخالفة ما عملتهاش. حلو الكلام، دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي مساء الاثنين القادم إن شاء الله. تصبح على خير. كلام بجد شد وجذب، خد وهات وهات وخد، بص شوط عدي فوت، لا ملعوبة حلوة.